متصل عطفته فصل بالضمير وين على ضمير رفع متصل عطفته فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصيل في النظم فاشيا وضع عطف. قال إذا عطفته على ضمير رفع متصل فدعمه قوه بضمير رفع منفصل أو فاصل ما وضمير رفع المتصل أما أن يكون متصلا بارزا نحو جئت أو متصلا مستترا فتقول جئت أنا وزيد تحب تعطف على التاء تقول جئت أنا وزيد إذا لم تقول أنا الأحسن النص تقول جئت وزيدا اجعله مفعولا معه لماذا نسر في هذا ضمير الرفع المتصل ضمير الرفع المتصل جزء كلمة والجزء الكلمة لا يعطف عليه إذا قلت جئت وزيد وسمع وقال ابن مالك ضعيف وفي كتاب الله والفاصل قد يكون ضمير رفع منفصل مثل أسكن أنت وزوجك الجنة أو فاصل بين العاطف والمعطوف عليه نحو يدخلونها يدخلونها ومن صلح من معطوف على الواو في يدخلونها والواو ضمير رفع متصل والفاصل ها المفعول به الواقع بين الواو وبين بين الواو العاطفة وبين الواو التي يفعل يدخلونها ومن الواو في ومن عاطفة والواو الأولى معطوف عليه والفاصل الهاء أو بين العاطف والمعطوف عليه كقول الله عز وجل سيقول ليشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا آباؤنا معطوف على النون في أشركنا والفاصل لا واجتمع في قول الله عز وجل وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم دعمه بأنتم ثم قال وفي كتاب الله قال فكبكبوا فيها أعوذ بالله فكبكبوا فيها قال هم والغاوون الواو في كبكبوا ضمير رفع متصل دعمه بها لم أجمل مثل بهذا المثال وكذلك المثال آخر لم يمثل به قول الله عز وجل إنه يريكم هو وقبيله يريكم فيها ضمير رفع متصل مستتر هو يراكم دعمه بهو أنا قوله وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما واضح ثم قال ابن مالك وبلا فصل يرد في النظم فاشيا قال قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفتى كنعاج الفلا تعسفنا رملا قلت إذ أقبلت وزهر أقبلت هي قال وزهر عطف على ضمير رفع متصل مستتر دون أن يأتي بفاصل قال ورج الأخيطل جرير يهج الأخطل قال ورج الأخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن واب له لينال ما لم يكن لم يقل هو سمع سيبويه مررت برجل سواء والعدم سواء استحمل ضميره من قوله وإن على ضمير رفع متصل عرفت السر في هذا تقول جئت أنا وزيد جئت وليس أن تقول زيد معطوف على الضمير المنفصل اللي هو أنا لأن الضمير المنفصل توكيد لما قبله فلو قدرت أنه معطوف على أنا صار المعنى فاسدا الفاصل هذا خاص فقط في الضمائر المستتيرة وجوبا أم كل الضمائر وجوبا وجوبا الضمائر المستتيرة أو هذا الضمير هذا الذي يكون توكيد سواء كان ضمير توكيد تقول زيد جاء هو وعمرو جاء فيها ضمير قطعا موجود فيها ضمير لأن قولك زيد جاء هذا كلام مفيد صح لو زيد جاء مفيد أو غير مفيد؟ مفيد لو لم يكن الفاعل موجودا لما كان مفيدا جاء هو هو توكيد توكيد أما الضمير موجود لكنه مستتر ومعروف أنه عندنا أن الضمائر المرفوعة المحل تستتر الضمائر المنصوبة لا تصاب بالستار تقول حذف والضمائر المجرورة المحل لا تصاب بالستار يقال محذوفة لا يقال مستتر قال ومن ضمير الرفع ما يستتر وكذلك مثل كبكبوا لو ضمير غيبة ضمير رفع غيبة وتقول زيد قديمة هو وعمره ما تقول إذا قلت قديمة تقول وعمره لأن تؤكده
ارجع الى النصب. شوف الاعراب جاء زي جاء هو وزيد يعني هو تقول زيد جاء هو وعمرو مثلا تقول زيد مبتدا وجاء فعل ماضي والفاعل مستتر جواز غير هو وهو التي امامك ضمير رفع منفصل محله توكيد للمتصل وزيد معطوف على جاء وجملة جاء هو وزيد محل رفع خبر أنا قولي وإن على ضمير رفع متصل عطفت وفصل بالضمير المنفصل وفاصل ما يعجبك. قال رحمه الله وبلا فصل يلد في النوم فاشيا كما مثلت لكم ومع ذلك قال ضعفه واعتقل. ثم قال وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. إذا عطفت على مجرور على ضمير جر ضمير جر لا يكون إلا متصلا ضمير جر لا يكون إلا متصلا. إذا عطفت على ضمير جر وأحيوت العطف أعد العاطفة أعد الجار رقص أعد الجار تقول مررت بك وبزيد. إذا لم تعد الجار انصب تقول مررت بك وزيد. وفي كتاب الله وعليها وعلى الفلك أعد الجار فقال لها وإلى ضيتيا أعد الجار. والجار إما حرف جر وإما مضاف والمضاف نعبد إلهك وإله أبائك أعد الجار. وذلك عند الجارة بالنصب كقول الله عز وجل اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالنصب. ونقول وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض جعل لازمة. قال ابن مالك ليس عندي لازمة قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا سمع من كلامهم ما فيها غيره وناقته. لم يقل وغيره لم يعد الجارة قال فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فذهب فما بك والأيام من عجبي. لم يقل وبالأيام. وقرأ بعضهم ابن عباس واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أرحام جر المحل شاهد. أنا أقول وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازمة لقد أتى في النظم والنهي الصحيح مثبتا. عرفنا أن الضمير المنفصل مرفوع المحل ومنصوبه يعطف عليه. تقول أنا وزيد صديقان وتقول إياك والكذبة عطف الضمير المنفصل. وكذلك ضمير النصب المتصل ضمير النصب المتصل يعطف عليه دون قيود مثل إن قال دمرناهم قال وقومهم جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين ضمير النصب المتصل يعطف عليه الاسم الله ولا حرج. والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. قال قد تحذف الفاء مع ما عطفت. قال عز وجل أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. يا مرحبا الله عليكم. فوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فلق سبقه فضرب موسى قطعا لم يكن ليعصي أمر ربه حذف الفاء مع ما عطفت. أنا قوله والفاء قد تحذف مع ما عطفت. والواو إذا لبس قال راكب الناقة طليحان أي ضعيفان. لا يقال راكب الناقة ضعيفا قال ضعيف لكن قدر معطوفا سقط مع الواو راكب الناقة والناقة ضعيفان. وكذلك سرابيل تقيكم الحر كذلك البرد والبرد حذف الواو مع ما عطفته. وكذلك ونسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر وإن لم تنفع. والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا. تختص الواو بأنها تعطف عاملا سقط وبقي معموله دالا عليه نحو اسكن أنت وزوجك أي وليسكن زوجك لا بد منه اسكن أنت وزوجك لأن اسكن لا ترفع زوجك لأن الفعل الأمر للمخاطب لا يرفع ظاهره لا بد من بقية الواو وحذف العامل وبقي المعمول. كذلك قال
كل هذا مرفوع، كل امرئ تحسبين امرأ ونار ونار اي أيوة وكل نار، حتى لا تعطف على معمولي عاملين مختلفين وهو من عند سيبويه. كل امرئ تحسبين، كل عامل تريد الجر تحسبين عامل تريد النصب لا بد أن تقدم، وكل نار تقدم، هذا مجرور. وكذلك منصوب، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي واختاروا الإيمان، اختاروا الإيمان، لا يقال تبوأ الإيمان بل يتبوأ مقعده من النار، يتبوأ المكان المباء، لا يقال تبوأ الإيمان، يقول اختار الإيمان. واضح ما قولي؟ والواو إذا لبسه وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله، هذا دفع لوه من التوقين. وحذف متبوع إن بداه مستدل، قال كذا هنا أي مع الواو والفاء هما آخر ما ذكر، حذف المتبوع. مثال ذلك مرحبا بك تقول وبك وأهلا، أيوة مرحبا بك وأهلا، حذفنا المعطوف عليه في الحالة الأولى، حذف المعطوف تقيكم الحرة أيوة البرد، هنا حذف المعطوف عليه. والفاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله دخل الجنة، قال أفلا أبشر الناس، التقدير أسكتوا أسكتوا فلا أبشر الناس، قال دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسمن فلا أدعى به، أي أيتركوا أيتركوا، كذا قال الله عز وجل أفنضرب عنكم الذكر صفحة، أي أنهملكم، حذف المعطوف عليه. هذا ما ذكره، ذكر حذف المعطوف والمعطوف عليه، وترك رحمه الله حذف العاطف. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره، أي ومن حذف الواو، وسمع من كلام العرب أكلت خبزا لحما تمرا، ولكن أغلبهم لا يجوز هذا، وهو كثير في النصوص، خير أبح قسم بأو وأبهم، حذف العاطف كثير في النصوص، وجائز إن شاء الله. أنا قوله وحذف متبوع بداه، وعطفك الفعل على الفعل يعطف الفعل على الفعل بشرط اتحاد زمانيهما حتى لو اختلف نوعهما، مثل وإن تؤمنوا وتتقوا، كلاهما مطالب أبوي، لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه، وقد يختلفان في اللفظ ولكن المعنى متحد، مثل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم أي فيولدهم، تبارك الله إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها، ويجعل لك قصورا إن شاء أن يشاء، لأن فعل الشرط مستقبل المعنى. أنا أقول وعطفك الفعل على الفعل يصح، ثم قال وعطف على اسم شبه فعل فعلاء، الاسم الذي يشبه الفعل اسم الفاعل والمفعول، قال فالمغيرات صبحا، قال فأثرنا، قال صافات، قال ويقبضنا، قال إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، قال ومخرج منها، قال يا رب بيضاء من العواهج ومصبي قد حبا ودارجي، حبا فعل حبا من الحبو ودارجي اسم فاعل. أنا أقول وعطفك الفعل وعطف على اسم شبه فعل فعلاء وعكسا يستعمل تجده سهلا. شيخ أعراب كيف أمس ذكرت؟ لم أسمع أعراب كيف أمس ذكرت ثلاثة أحوال؟ قلت كيف إذا جاء بعدها كلام يستغني عنها في أي حال، كيف قديم زيد، قديم زيد كلام مستغني عن كيف، وإذا بعد جاء بعدها